هو بالليل مو حلو لانه تو قاعد من النوم. بجيني؟ انا 45 وعلي. وين ال 45؟ تلبس 45 انت؟ ايش تقول؟ انت نفسك ما اخذ تو قاعد. عفوا. هسه انت عفوا عالي عفوا بعالي عفوا. يلبس 45 يا ولد. احنا بالكورنيش والتقينا بشخص لبناني جاي يفطر بالكورنيش. شلونك حبيبي؟ حبيبي اهلا. شو اخباركم؟ اهلا. الحمد لله. طمنا عنكم. شنو الاوضاع هنا؟ شنو صار عندكم؟ والله انت شرديت من لبنان؟ والله جيت من العراق. ليش؟ العراق خصوف. خصوف؟ بدك شاي؟ اي بدي شاي قهوه. بدك قهوه؟ يلا بده قهوه. اهو 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 تعال بالعمي. تعال بالعمي. هاي القهوة. هاي القهوة. هذا لبناني ملطلط. طبعا اليوم بضيافتنا اخوي من لبنان ليمار. تدور قلبك يا ابن عمي. نورت ديرتك الثانية. تدور قلبك يا روحي انت. طبعا احنا اليوم خدمتك. شنو تريد؟ وين اوديك؟ والله بدي احلي يا ابن عمي. شنو بدك؟ بدي حلاية حلي. حلاية. هسه بدك حلاية؟ ايوه بدي حلاية. هسه نوديك تحلي. شنو؟ بس القهوة. وين القهوة؟ القهوة ويا التحلاية. يلا اي. رايحين نخلي حساني بده تحلاية. بدي حلاية من عمي. بدي كريب. بدي شنو؟ يلا هاي جبناك تحلي. تموت من الحلا اليوم. يعني اطب الغميج يا ابن عمي. الغميج هاي جبناك. جبت لك اكبر وكالة هسه هنا بالبصرة. اوكي يا ابن عمي. كراميلو كراميلو. متفقين؟ يلا مشينا. عندهم ما عيدوا؟ عندهم ما عيدوا. مع الشعر. حساني اريدك تفجر المكان تفجر. عندهم ما عيدوا. مع الشعر. حساني اريدك تفجر المكان تفجر. لا لا روح اريدك. ما جبناه هنا بعد وين اجيبك؟ بس قل لي. يلا حساني اختار. تريد من ذني الكبار؟ لو تريد منه. شوف هاي عندهم هاي برازيليه. ماكو مال دبي؟ هاي برازيليه. يا ابن عمي انا ما اعرف اكلكم. ما تعرفك اني اعرف عراقي. شنو تريد؟ شنو تريد؟ كل شيء موجود. شنو تريد؟ شنو تريد؟ من أمي هذا كلين أريد أن أطعميهم. شنو تريد؟ تعال. تريد من هذني؟ شنو تريد؟ أجيبين أتنى الحكي يا لبناني يا بطيخ. انزل. شنو تريد؟ أتنى الحلوان. جيبه. أحب لبنان. أجيبه لبنان يا مالبنان. زين تريد تشرب شي بارد؟ تشري. يلا هذا هناك هسه نشربك شي بارد. وين تقعد؟ وين المكان اللي عجبك؟ هسه شو تريد هنا؟ عم انت مدلل والله. عراق لبنان مدلل. شو تريد؟ مهيتو. شو تريد؟ مهيتو. مهيتو اكو مهيتو؟ مهيتو عندي مهيتو. مهيتو ايه؟ يحكي لك مصري يحكي لك مصري. اه ابن عمي. ولك مصري مصري. مصري. ما اعرف مصري. ما لبنان بقول امريكي. يا لك هسه لو تقول له انجليزي قول له انجليزي قول لك اه ابن عمي. ها؟ ليش ما تحكي مصري؟ قول له ازيك يا معلم وهاي. كيف حالك يا معلم؟ ولك ازيك؟ هم قال ابن عمي. هم قال ابن عمي. ما عمي مصري. شو تريد؟ شو انت قدامي مو عرفتك جواب. لك هنا مال عوائل. شوف مكان شلون هادئ ومرتب. ضع صوت ما نريد. هادئ المكان مال عوائل. اسكت كم عائلك يا عدي؟ عادي يلا اقعد. يلا تعال. شنو بدك؟ بدي نار إيلي. لا ما عندنا نار إيلي. ماكو نار إيلي هنا. شو عندنا نار عمي؟ ماكو نار إيلي. يلا في مال لا. يلا يلا. يلا خلينا ننزل جوا. متونس؟ لك شو مفكر؟ اقول لك بس شنو انت عم واحد يشيلك واحد ينزلك بس تلبس الباروكة يدللوك عبالهم خطاء. اهلا وسهلا. هذا شنو اسمه؟ اسمه
بحاره كيوي برتقال خلينا نقول فراولة موهيتا موهيتا ولك قبل داليا بالربع تشرب هسه كلها موهيتا ها ايه رنا رنا مو داليا ها شربت رنا ليوني عنده سؤال هسه راح يصيحوني هذا اول هذا شلون ما ضرب على هذا ما هسه جانا الاستاذ راح يفهم بس تعالت نعلت ام الفيزياء اليوم كرهت حمرابي وزينت صفر بس اريد اعرف شغله واحده هذا شلون ما ضرب على هذا ده مضروب على غزه اي يعني على هسه ليش ما دخل الاحمر على الاصفر ها سر المين بس شلون يعني مخلي حاجز جوه هسه مو سويت هيك بالقصب ونزل ايه صح شنو هذا القصب كذا في النص ما دخل النص ذي دخلها لحد الاخر هاي حلا دبي اقول لك هاي شو برقع باع هاي حلا دبي قال ان راح ننافسها بهاي برازيليه يعني هاي لا مهم حلا هاي حلا دبي وهاي برازيليه هاي برازيليه والله مفتح والله افتحها بس مبدئيا ذيك احلى من هاي شكل انظر شنو لا مو هيك مو هيك ضوءها جوز ويش ترفة الحلو بالموضوع هاي حلا دبي مو يعني شوفوا ايش قد رفيعه حلوه صحيح ناعمه بيك انا اللي شايفها بالاعلانات كبيره ويش كسرونها صح ويش كسرونها هاي لا ما ريتها يا طيب لا جربها اثنين لا هاي خفيفه طيب راح يجرب يكسر هاي هذا الحجم الرفيع بس انا عجبني هذا لان هذا شوي كبير وضخم التحويس واخيرا تحقق العلم تحقق العلم يا جماعه تحقق العلم يا جماعه يا جماعه تحقق العلم يا جماعه انا زعلان ضد يلا والله كده ايش قد اشوفها بالاعلانات هو حسب لك حساب نزل لك هاي تورط روحك بالكبيره ليش والله يا نفس الشيء شنو هو حسب لك حساب نزل لك هاي تورط روحك بالكبيره ليش والله يا نفس الشيء شنو احلى نفس الشيء يلا اشرب الموهيتو يلا عوافي كراميلو طبعا الاشياء عندهم شفتوها وبعد عندهم كل شيء وهاي شغلات تجهيز مال عيد ميلاد مال عرايس كل شيء موجود العنوان مالتهم فرع شنشل مول الطبي كراميلو قبال مركز الجزائر صالون عباس على سعد توسل المهرب الوحيد اللي ما يقدر يشرد مني